شكري. ولمزيد من التحليل والتفاصيل حول والتعليق حول كلمة الرئيس، الكاتب الكبير أستاذ مصطفى بكري، رئيس تحرير جريدة الأسبوع، أهلا بك. أهلا وسهلا. أهلا بك. ممكن ناخد تعليقك على كلماته. الحقيقة هي بالتأكيد استوقفك كثيرا في هذه الكلمة اللي تطرقت لوضعنا الاقتصادي، ثم تطرقت أيضا للتعليق على الأحكام. ونبدأ بهذه الكلمة الأخيرة، أن احنا اتكلم عن اتصاله مع وزير العدل، وأنه أبلغه كلمة واحدة، أنه لا تدخل في أحكام القضاء، ونحن إذا عايزين دولة مؤسسات فعلينا احترام أحكام القضاء حتى لو الآخرين لم يتفهموا هذه الأحكام. يقصد مين بالآخرين؟ وإحنا طبعا شاهدنا في الأيام اللي فاتت التدخل في شأننا الداخلي. دعينا نقول أن السيد الرئيس لم يكن على جدول أعماله أن يتحدث أو يلقي هذا الخطاب، ولكن هناك أمور دعته إلى الحديث في هذا الوقت على وجه التحديد. الأمر الأول المتعلق بالمناقشات التي استمرت 6 ساعات بالأمس حول الميزانية العامة للدولة، والتي رفضها السيد الرئيس. رفضها لأنها كما قال تحمل الأجيال القادمة أعباء أكبر مما تحتمل. معدل الدين المحلي والخارجي 1.7 مليار، توقع الرئيس أن يصل إلى 1.17 تريليون، توقع السيد الرئيس أن يصل إلى 2 تريليون و100 مليار هذا العام، لأن العجز في الموازنة العامة يزيد، وصل إلى حوالي 300 مليار جنيه نهينا عن الأمور الأخرى. ومن ثم فهو اعتبر هذا مصادرة على الأجيال القادمة، ولذلك قال لرئيس الوزراء ووزير المالية ووزير التخطيط ومجموعة الوزارات التي اجتمعت أنه أنا سأخاطب الشعب المصري، ولابد أن تكون هناك تضحيات. وبدأ سيادة الرئيس بنفسه عندما قال أن الحد الأقصى اللي بياخده هو 42,000 جنيه، هيخليه النصف، وأنه سيتبرع بنصف ما يملك، فضرب بذلك مثلا قويا. واعتقد الان يعني اقيم منذ دقائق ربما يعلن عن هذا الامر حساب في البنك المركزي باسم تحيا مصر، وسيحمل رقم ذكرى غاليه علينا جميعا في رقم هذا الحساب سيحوي هذا الامر. واعتقد ان القوات المسلحه هي اول من ابدى الاستعداد للتبرع في هذا الحساب، وهذا يعطي المثل والقدوة ويفتح الطريق بالفعل أمام كل أبناء الشعب المصري ليكونوا طرفا فاعلا في إنقاذ البلاد. يعني يا أستاذ مصطفى، هذا الحساب سيفتتح بتبرع الرئيس بنصف ميراثه ونصف راتبه الشهري؟ طبعا، يعني الرئيس قال ذلك أمام الجميع، وفي نفس الوقت القوات المسلحة أيضا تتبرع بمبلغ كبير تحت هذا الحساب الذي سيقيمه البنك المركزي إن لم يكن سيعلن عنه بعد قليل. حساب ده هيحمل اسم تحيا مصر، وربما يحمل اسم أو ذكرى 3 يوليو 2013، وده أمر مهم جدا له رصيده عند الشعب المصري وله دلالته أيضا. فأظن أنه الحديث عن السؤال اللي حضرتك طرحتيه الذين يعنيهم بالتأكيد السيد رئيس هم هؤلاء الذين ملأوا الدنيا صياحا بالأمن على إهدار القضاء المصري لحرية التعبير وغير ذلك من الأكاذيب والإدعاءات التي تعودنا عليها من الغرب ومن أذناب الغرب في الداخل. ما حدث أننا أمام قضية حقيقية فيها أدلة دامغة. إذا كان البعض يعتبر أن ما تقوله قناة الجزيرة من وما ترتكبه من جرائم ومن كذب ومن تضليل وتحريض على القتل وحرية التعبير، فأولى بهم أن يخجلوا من أنفسهم. ما تقوم به قناة الجزيرة وما شارك به الآخرين هو مؤامرة على مصر بالأساس. ولو أن هؤلاء يحترموا أمن هذا البلد وحرية هذا البلد وسيادة هذا البلد ما أخذوا أجهزة ممنوعة إلى ماريوت، وما بثوا مواد دعائية كاذبة تهدد الأمن والاستقرار في البلاد. طب وماذا يعني ليك استدعاء السفيرين؟ استدعاء السفيرين الموضوع تعدى أيضا التعليق، ولكن استدعاء السفيرين بريطانيا وفي بريطانيا وهولندا طبعا إلى جانب تصريحات جون كيري اللي بالتأكيد فيها تدخل صارخ في الشأن القضائي، إحنا رد فعلنا مفروض يكون إزاي كدولة؟ أولا هذا أمر مرفوض، لا أحد يستدعي أحد ولا يسمح أبدا باستدعاء أي إنسان والدبلوماسي مصري لشأن الداخل. هذه قضية داخلية لا يحق لأحد
ان يستدعي كما استدعوا سفراءنا، يجب ان نستدعي ايضا سفراءهم ونبلغهم احتجاجا، لان هذا يمثل اهانه واعتداء على سياده دوله حره ومستقله وعضو في الامم المتحده. يعني حضرتك تتوقع رد دبلوماسي مناسب؟ يعني تتوقع وزير الخارجيه بالامس قال تصريحا قويا ورفض فيه اي تدخل في الشؤون الداخليه المصريه، اعتبر ان ده يمثل اعتداء علينا، يعني لا يجب باي حال من الاحوال. زي ما قال الرئيس، قضاء مصر مستقل وشامخ ولن يسمح بالاقتراب من مؤسسات الدوله، وهذا هو الموقف الذي نتوقعه من الرئيس عبد الفتاح السيسي. انتهى زمن التبعيه، انتهى زمن الرضوخ للضغوط ايا كانت هذه الضغوط. كل من سيصدر القضاء حكما عليه يجب بالفعل ان يلتزم الجميع بهذا الحكم، والذين يسعون الى الافراج او الغاء هذا الحكم الذي يمس امن الدوله ولا يمس حريه التعبير، هذا حكم يمس امن الدوله ولا يمس حريه التعبير، فالحقيقه عليهم بالفعل ان يحترموا الدوله وان يحترموا قضاء مصر العادل والنزيه، والذي لا يمكن لاي مصري حر ووطني ان يقبل التشكيك في قضائه باي حال من الاحوال. بشكرك جدا الكاتب الكبير استاذ مصطفى بكري، رئيس تحرير جريده الاسبوع.